وندوزوا الان اعزائي المشاهدين نوريكم الطريقه كيفاش تحضروا العيش غير في المنزل ديالكم. طريقه سهله وما غاديش تكلفكم بزاف، غادي في حاله الا ما عندكمش في الدار وما كانش متواجد كنديروا الملحه، وهنا كنديروا العسل وكنديروا الماء. نزيدو الزيت بعد ما خلطناها مزيان، وغادي نخليوها ترتاح واحد شويه نغطيوها ونتركوها واحد شويه ترتاح. بعد ما كنخليوها اعزائي المشاهدين ترتاح كندلكوها واحد شويه ما كنسولو العجينة ديالنا لهذا الشكل هاكا. بعد ما كنسولو العجينة ديالنا كنحاولو ندلكوها أعزائي المشاهدين. بعد ما كندلكو العجينة ديالنا لهذا الشكل كناخدو شي مقلاة عندنا في الدار وكنوضعو عليها كنسخنوها وكنوضعو عليها هاكا الرغيف ديالنا والعيش. وكنتركوه واحد شوية هانتوما كما كتشوفو عزيزي المشاهدين العيش ديالنا بدا كيدخلو العافية وغادي يوجد ان شاء الله في دقائق ما كياخدش الوقت بزاف. وغادي يكون احسن الى انسان ما كانش عنده في الدار ولا هادي يصايبو بهذه الطريقه وراه كيجي رائع ورائع جدا. والان اعزائي المشاهدين نقلبوها شي اخرى ونتركوها كيف ما كتشوفوا اعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين ها هو العيش ديالنا كيف ما كاين هاكا كيخرج. نديرو شي حافشة هاكا وكنغطيو باش يبقى إن شاء الله مزيان. أعزائي المشاهدين هذا هو العيش ديالنا، حنا حضرناه
ألف صحة وراحة وعافية. نتمنى تكون نال الإعجاب ديالكم الفيديوهات ديالنا وتشجعونا، وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله.